أهلا بالجميع. وصفتنا كيكة التوت بالليمون جدا لذيذة، واستخدمت بوصفتي عجانة توم أليك من قصر الأواني. في البداية عندي بشر ليمون فركته مع السكر عشان يعزز نكهة الليمون، ضفته بالعجانة مع الزبدة وأربع قطع جبن كيري وخلطتهم. بعدين أضفت البيض، بيضة بيضة، نكهة الليمون، عصير ليمون وزبادي، الدقيق، أضفت له بيكنج باودر ونص ملعقة صغيرة بيكنج صودا وضفتها للخليط. التوت أضفت عليه ملعقة كبيرة من الدقيق عشان ما يسقط التوت بالقاع، ونحركه بس بسباتولا، ونصب الخليط بالقالب وندخله الفرن لمدة ساعة. الفروستينج كتبت لكم طريقته، لكن الملحوظة المهمة لابد أن يكون بارد. بعد ما تخلصون خلط دخلوه الثلاجة وما تدهنون الكيكة فيه إلا بعد ما تبرد تماما، مو تكون دافية، لا لازم باردة، وتزينونها بالطريقة اللي أنتوا تحبونها. المهم أنها جدا لذيذة، وبالعافية.